هذا سائل يقول: إذا زرت قبر والدي كثيرا من غير تخصيص بيوم معين، إذا زرت قبر والدي كثيرا من غير تخصيص ذلك بيوم معين، لا تكثر الزيارة، لا تكثر الزيارة، تتردد عليه، لا، يعني في الأسبوع مرة، في الشهر مرة. ثم يقول حفظك الله: وعندما أدعو له عند القبر هل أرفع يدي عند الدعاء؟ لا بأس بذلك، ولكن لا تكرر هذا بوقت متقارب. والدعاء ادعو له في أي مكان، ادعو له في صلاتك، ادعو له في قيامك بالليل، ادعو له في مجالسك، ما في مانع الدعاء. نعم.